بعث ضباط وضباط صف وأفراد مجموعة كتيبة مدفعية الواجب لقوة دفاع البحرين المتواجدين في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعثوا تهانيهم وتبريكاتهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد، وإلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وشعب البحرين بمناسبة عيد الفطر السعيد. يشرفني ويسعدني في هذا اليوم المبارك أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأدام عزه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين بالأمن والأمان. ونحن في ميدان الشرف من الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية نواصل في قيام مهامنا وواجبنا الوطني في الدفاع عن الحق، ونسأل الله العلي القدير أن ينصرنا في هذه الأيام المباركة. ميادين العز والشرف والتضحية، يشرفني ويسعدني في هذا اليوم المبارك أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه وأدام عزه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك داعين الله عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين وشعبها بالأمن والأمان. ونحن في ميادين العز والشرف من الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية نواصل في قيام مهامنا وواجبنا الوطني بالدفاع عن الحق. أني سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وشعب مملكتنا الغالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والأفراح وتحقيق الانتصارات بسواعد رجالها وأبنائها المخلصين في كافة الظروف والأزمات، وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية. ميدان الشرف والتضحية وبمناسبة عيد الفطر المبارك تقدم إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، فإننا موضوع في تأدية واجبنا الوطني والقيام بمهامنا المقدسة وبروح معنوية عالية، وأدعو الله أن يسبق على الجميع بالخير والصحة والسعادة.